الانطلاقات تستمر بتحدي جميل وبانطلاقة رائعة على أرضية هذا الميدان، ميدان المرموم، ميدان سيف العرب، في انطلاقات سن الإيذاء على هذا الاندفاع. انطلق الشوط الثالث للجعدان المحليات الإيذاء، أيضا الأشواط الخاصة بهجن أصحاب السمو الشيوخ ومن يرقب من أبناء القبائل. المشاركة مفتوحة عموما. على كل حال انطلق الشوط في هذه اللحظات وقبل قليل، وبداية الكيلو المتر الأول في مساره وفي تحدياته. نسير مباشرة إلى المركز الأول، وهذا هو ودعان يقود مساري هذا الشوط لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم بقيادة وتضمير غانم بن مسفر المنصوري، يتقدم على المركز الأول بينما يليب المركز الثاني، ويأتي عالي في المركز الثاني. تعود ملكيته لسالم بن سعيد بن حضيرم الكتبي زميلنا لبن روحي وسعيد كذلك ما شاء الله مشارك. يلا يا نويصل ركز ودير بالك في هذا المسار، نبال ابو سعيد ناموس ناموس نهديه في هذا الصباح بالسلامات والتحية مع هذا الانطلاق. المركز الثالث، ثالث المراكز، مزاج محمد بن حمد بالحميدي الاشتبي يتقدم على المركز الثالث. أما المركز الرابع بنشوف دخول على المركز الرابع، وهذا هو الدخول الذي ينطلق سراب لسعيد بصير بن محمد المحرمي، بدأ ينطلق على المركز الرابع والمركز الخامس. هناك من الجانب الآخر خامس المراكز يأتي في شكلان لراشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، وسادس المراكز هذا الذيب لمحمد بن حميد بن سلطان بالكديدة. المركز السابع تحرك هرمز لمحسن بن علي بن سعيد العويسي. المركز الثامن من الجانب الآخر، يا سلام ساير شوي، بنشوف هذلاك الثنينة اللي تغطت أرقامهن واللي تدخلن واللي نافسن. هذا رقم 14 تواجد اللي هو السيف مكتوب سيف، ولكن بقول السيف نواب بن نوح بن أحمد البلوشي الذي ينطلق في هذه اللحظات. وهناك أيضا شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم يتقدم مع سعيد بن سالم النينيبي اللي هو شاهين، وأيضا تواجد من قبل شاهين لمعالي الشيخ محمد بن بطيال الحامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري. هذه النتيجة وهذه الأسماء المتقدمة المنطلقة في هذا الشوط، شوط الجعدان المحليات الأصايل في ثالث الأشواط في هذا الاندفاع. يا سلام ما شاء الله تبارك الله على هذه الأسماء وعلى هذه الشعارات العملاقة وهذه التحديات في أرضية ميدان سيف العرب الذي تنطلق فيه الإذاعة اليوم بالإبداع في الأيام الأخيرة من هذا الموسم، الجزء الأخير الذي نطل فيه ونتطلع بأمال كبيرة في النتائج الجميلة في الختاميات في الموسم في هذا الاندفاع وهذا الانطلاق. يا السلام، عودة إلى المركز الأول، ودعان لا زال في المركز الأول لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، يتصدر الجعدان ودعان ويقودهن بجداره وبأداء جميل. يأتي مزعج في المركز الثاني محمد بن حمد بن حميدي الكتبي يتقدم على المركز الثاني. أما المركز الثالث من الجانب الآخر يتقدم في ثالث المراكز. يا سلام، شوف التحديات والانطلاقات. هناك اللي هو شكلان لراشد بن سليمان بن ناصر الشامسي يتواجد، والرابع هذا سراب لسعيد بصير بن محمد المحرمي على المركز الرابع. المركز الخامس وصلهم هرمز لمحسن بن علي بن سعيد العويسي في هذه اللحظات. يا سلام أسماء وصلت، وشوف عالي محمد بن حمد بن شميل الراشدي يتقدم في هذه اللحظة، ووصول وقدوم من قبل مياس لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سعيد بن عبيد
بن مروشد يضمره. هذه النتيجة، هذه النتيجة للمراكز الأولى في وصلنا إلى لوحة الإعلان. يا سلام يا سلام، لوحة الإعلان الـ1200 غادرناها وودعان على أرضية الميدان، يقدم أداء فنان وجميل. يا سلام، هذا هو ودعان على المركز الأول. اسمه الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم غانم بن مسفر المنصوري يتولى تضميره وإدارته. ودعان. بينما المركز الثاني شكلان لراشد بن سليمان بن ناصر الشامسي. يلا يا الشامسي ركز في هذا الشوط وتابع. نبغي سلامات عناوية صباحية جميلة من أرضية ميدان سيف العرب في المرموم. الله يا سلام. المركز الثالث، هذا هرمز في المركز الثالث لمحسن بن علي بن سعيد العويسي يتقدم في هذه اللحظات، ينطلق على المركز الثالث. والمركز الرابع واصل بن شميل. يا سلام يا بن شميل، واصل راعي بنادق واصل لمحمد بن حمد بن شميل الراشدي. يا سلام يا سلام يا سلام، عودتنا هناك الظاهر أن خلاص أن ودعان هو سيد الميدان، أن ودعان هو الذي أداه جميل ورايع على مقدمة الشوط. هذا هو ودعان من البداية قاد هذا الشوط وأنهى نهاية قوية وجميلة للغاية. يا سلام، تهانينا لسمو الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد المكتوم، مشكور غانم بن مسفر بن غانم المنصوري الذي أعلن تضميره وتحدياته في هذا الشوط وأعلن الفوز مع ودعان. لحظات وصوله إلى خط النهاية وإعلان الفوز والناموس. بينما المركز الثاني، لما أعتقد هناك 11 اللي في المركز الثاني اللي هو لراشد بن سليمان بن ناصر الشامسي، والمركز الثالث اللي هو هرمز لمحسن بن علي بن سعيد العويسي، والرابع والخامس عندكم يا اللجنة البقية. بنعود إلى التوقيت الزمني وسبع دقائق واثنين وخمسين ثانية قدم هذا التوقيت الجميل والرائع في هذا الشوط.